السلام عليكم اخوتي الكرام، احبابي، اخوكم محمود عاطف من قناة محمود وكوفو. حلقة النهاردة الجزء الثاني من حلقة الحراسة. عايزين بس نقول كلمتين مهمين قوي قبل ما نبدأ، الا وهما ان لازم الطاعة يا جماعة، لازم نعلم كلابنا الطاعة كويس الاول، نأكد على تعليم الكلب الطاعة، وبعد كده ننقل لموضوع الحراسة، لان للأسف في ناس كتير بتطلب الحراسة بشكل يومي، عايزين يعلموا كلبهم الحراسة، وناس بتقول لي احنا جايبينه عشان الحراسة. فانا عملت لكم حلقه عشان اوريكم طريقتي في الحراسه عامله ازاي، ونوري المدربين اللي شغالين ان في طرق تانية للحراسه مش محتاجه نكش ومش محتاجه تطول على الكلب او مد ايد على الكلب عشان اوصل للنتيجه، او تخويف او ترويع. فاشتغلنا بالطريقه دي والحمد لله جبنا النتيجه في اول حلقه، اول حصه. الناس مستعجله على الحراسه، وانا مستني اخلص الحصص التعليميه بتاعه الطاعه، لان ده الاساس، لازم نعلم الكلب طاعه كويس قوي وبعد كده نشتغل حراسه. اللي حصل مع الكلب اللي احنا اشتغلنا معاه المره اللي فاتت اللي هو صاحبه اسمه عمر، ان هو قال لي في بدايه الحصه كلبي متعلم كل حاجه، بيسمع كلامي، ما عنديش معاه اي مشاكل غير موضوع بس الحراسه، غير كده ما عنديش معاه اي مشاكل. صح يا عمر الكلام ده؟ معلش لو انت تحت ما تطلعش انت فوق. منورنا يا عمر، ازاي حالك؟ الله يخليك. الموضوع اللي انا المره اللي فاتت سالتك عشان انا جالي عتب بسبب النقطه دي، يعني انا في ناس عاتبتني وقالت لي انت ازاي تبدا مع الكلب ده حراسه وهو مش متعلم طاعه. عمر اللي طلع منه ايه؟ قول لي. بسمع الكلام جدا وما فيش اي مشكله، بس المشكله ان هو بيخاف بقى من التعامل مع بشر والكلام ده، بس انما ما عندوش اي مشكله في الطاعه. لا ممتاز، لا معاك فيها جدا. طيب زي ما بنقول اهو يا جماعه، شكرا يا عمر، زي ما بنقول اهم حاجه الطاعه، اهم حاجه الكلب يكون استاذ طاعه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو لو لا قدر الله عض حد في يوم من الايام نقدر نقول له سيب فيسيب على طول، رايح يعض حد اقول له ارجع فيرجع، مش يعض. فبالتالي احنا هنعمل ايه بقى عشان ابقى ما زعلتش حد وفي نفس الوقت عملت اللي انا شايفه يرضي ضميري؟ يعني احنا هنشتغل تاني حصه دلوقتي مع الكلب الجميل ده ما شاء الله عليه، ولكن هنعطل الحصه الثالثه والرابعه لغايه لما نخلص محتوى الطاعه، واكون انا كده ظهرت لكم حصتين بس من تعليم الحراسه. الحصه الثالثه كنا هنخلي الكلب فيها يعض، الحصه الرابعه كنا هنمارس الموضوع بشكل بقى ايه احترافي اكتر، واجيب معايا مهاجمين اكتر ونبدا نشتغل في الموضوع. الحصه الخامسه كانت كالتالي، فكنا داخلين على سيزون قوي جدا من الحراسه، استنونا لما نبدا في الحراسه. حاليا الحصه بتاعت النهارده دي اخر حاجه هعرضها عن الحراسه، مش هعرض حراسه خالص لغايه لما نخلص المحتوى التعليمي اللي يخص الطاعه. لو انت اول مره تشوفنا تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تكتب لي كومنت برايك ده لو انت على اليوتيوب، لو انت على الفيسبوك تنساش لايك وفولو للصفحه بتاعتنا. يلا نبدا الحلقه. اللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنشتغل مع زي المره اللي فاتت، هنشوف وصل لايه، هنشوف صاحبنا عطل الكلب ونزل من معنوياته ولا علاها، هنشوف ايه اللي حصل بالظبط. قول له الامر بتاع فوكس. فوكس ايوه هو ده فوكس. فوكس يعني ركز، هو مركز معايا، فكفه على التركيز طول ما هو عينه معايا. فكفه عايزينه هو، انا بس عايز عينه معايا. كفو الكلام. انت خد بالك المره دي انا ما بعملش حركات جسديه مخيفه، يعني لا بوطي ولا ببص في عين وانا بتمشى وانت بتقول له فوكس. فهو ده الامر اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت، دي نتيجته دلوقتي. فوكس. عينه تبعد عني، قول له الامر. بص انت عليه هو بس. ايوه اكسب ارض بس. اوكي انا اللي هكافئ. اوكي فوكس
كله خلاص. بص لي هنا. لا مش محتاج دلوقتي تلزقها جنبك. عادي دلوقتي اقف عادي، قول له فوكس عادي. بس النبره بتاعت فوكس مش فوكس من غير ما تتحرك السلسله. كافي. فوكس. فوكس. عايز اللمسه بقى مع جود بوي. ماشي. جود بوي. فوكس. فوكس. ماشي. احنا هنكتفي بفوكس الحصه دي، هستمر معاه فيها دلوقتي. ليه هكتفي بفوكس؟ لان انا عايز اقلل بقى الحده وعايز افهمه الرساله. ايه هي الرساله؟ ان لما اقول لك فوكس ركز على اقرب حد لينا، اقرب حد في الدائره الاحاطيه. اول ما تسمع فوكس هو ده اللي تبص له. عمر انا دلوقتي همشي كده ماشي، مش عايزه يبص لي، عايزك تقول له فوكس. اول ما انا اديك الاشاره، هديك الاشاره ارفع ايدي لفوق. فوكس. فوكس. طيب بص، هو دلوقتي مهبط من الحر من الشمس ومن الفرهدة والمشوار وكده، فهو اكتيفيته نزلت. فخلينا شغالين على فوكس بس، والحصة الجاية نرجع نصحح تاني موضوع البروتكتيف عنده، بس نكون جوه، لان هو سامع صوت كوفو من هنا وسامع صوت كلاب تانية، فبالتالي هو لسه ما اداناش التركيز اللي احنا عايزينه. بس كفايه ان هو بيبص لي فوكس، ده اللي انا عايزه دلوقتي. فوكس. فوكس. اتحرك بيه ناحيه العربيه. وبكده تكون خلصت الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكونوا فهمتوا الرساله من الحلقه اللي حاولت اوصله لكم، ان مش شرط نضرب الكلب ولا شرط نعمل حاجات كتير غلط عشان نوصل لمعلومه. فاللي حصل ان احنا شرحنا له شويه فوكس، صوت الكلاب، صوت حاجات مؤثرات خارجيه، عدد برضو الاشخاص اللي جايين مع الكلب، كل ده مخلي الكلب حاليا في وضعيه اللي هو اكيد مفيش حاجه خطر. ولو معرفش انتوا سامعين صوت كوفو من جوه لا، بس هو سامعه كويس، فعشان كده هدي مني خالص. فاللي هيحصل ان احنا وقفنا الحلقه دي ان شاء الله زي ما قلت لكم، الحلقات الحراسه لما نخلص المحتوى الطاعه كويس، ولما تتاكدوا ان كلابكم بتسمع طاعه كويس، هنبدا ان شاء الله نكمل سلسله الحراسه. كان معاكم محمود عاطف، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وتكونوا سمعتوها. عايز اقول لكم احنا جبنا مايك والله، ولكن للاسف كنا مركبينه المره اللي فاتت، وتقريبا الصوت مش جاي غير في السماعات للي بيصور، لما جينا نتفرج ما جاش الصوت. المهم ما اطولش عليكم، اكتبوا لي ان انتوا شفتوا الحلقه للاخر عشان من غير عشان. شكرا.